موجز الأخبار من قناة تنمن القاهرة، أهلا بكم. أبرمت مصر الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في إفريقيا والمعنية بمراجعة الحوكمة في الدول الإفريقية اتفاق تعاون بين الجانبين، حيث وقع الاتفاق من الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومن الجانب الإفريقي وزير خارجية نيجيريا الأسبق عضو لجنة الآلية الإفريقية إبراهيم جمبرا. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة السفير أشرف راشد خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن آلية مراجعة النظراء تعد مبادرة إفريقية استحدثها رؤساء الدول الإفريقية، وهي معنية بالديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة الاقتصادية والإدارة. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد عصار أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية. وخلال لقاء على المستوى من شركة فوكس كون تكنولوجي بحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في صناعة الإلكترونيات. وأضاف العصار أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الشراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية. قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم إن مصر رفضت شحنة قمح روسية لاحتوائها على مستويات من فطر الإيرغوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به. وقال عبد الدايم إن الشحنة البالغة 63 ألف طن المباعة إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية احتوت على الإيرغوت بنسبة 0.6%، بينما الحد الأقصى المسموح به هو 0.5% وفقا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية. يواصل العمال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، حيث يتوافد العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم في عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية 2018-2022. كما تنعقد في ذات الوقت انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50% من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50% من المعينين، إضافة إلى رؤساء هذه الشركات. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيارة روسيا. جاء ذلك خلال لقاء مشترك بحث فيه مستجدات العلاقة المشتركة. وتأتي زيارة لافروف مع تزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية على ضوء لقاء القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي المزمع عقده في سنغافورة في 12 يونيو المقبل. انطلق في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر النزاهة بين الرياضة والسياسة، والذي تنظمه منظمة النزاهة الرياضية، والذي تسعى لدعم مبدأ النزاهة في الرياضة، وذلك عبر الكشف عن الفساد والرشاوة والممارسات غير الأخلاقية، لا سيما التي شابت إسناد تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وتقديم المشتبه بارتكابهم للنشاطات المخالفة للقوانين واللوائح إلى العدالة. ويتطرق المؤتمر إلى ثقافة الفساد المستشرية في الفيفا، مع تقديم أمثلة تتصل بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما يستعرض الضريبة البشرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث نتيجة فساد الفيفا. أعلن زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي عقده برفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي أبلغ الحضور في بداية المؤتمر أن زيدان أبلغه قرار الاستقالة بالأمس على نحو غير متوقع. وقال زيدان إن الفريق يحتاج للتغيير خاصة بعد 3 سنوات من العمل بنفس الطريقة، مشيرا إلى أنه هو نفسه في حاجة كذلك إلى التغيير. يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا بمدينة بريغمو الإيطالية في 7 مساء، استعدادا للقاء منتخب كولومبيا في 9:15 مساء غد الجمعة التي تقام على الملعب نفسه، فيما خصص الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر الفترة الصباحية لمحاضرة الفيديو يلقيها على اللاعبين
عن منتخب كولومبيا وكيفية مواجهته والأدوار التي سيكلف بها العناصر التي سوف تؤدي المباراة. ختام الموجز للقاء.